السلام عليكم، معكم الشيف مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية. اليوم راح أقدم لكم طريقة عمل مخلمة من بقايا مرق السبيناغ. هنا عندي بقايا، يعني أنا طابخة سبيناغ وزاد من عنده، احتفظت بيه بحافظة قبل يومين بالثلاجة، وهسه طلعته خليته بهاي الطاوة، وراح أتركه شوية ينشف، يعني شوية أتخلص من المي اللي بيه ينشف يتبخر. وهنا من بعد ما نشف تقريبا، مو حيل ينشف لان هو هم راح ينشف ويا البيض، ضفت له 4 حبة بيض. راح اضيف لهذا البيض رشة ملح ورشة فلفل اسود، وراح اخلط هذا البيض بمكانه، يعني كل بيضة بمكانها اخلطها شوية، واخليه على نار متوسطة او واطية، يعني ما اريده يحترق اني، وهو هم راح ينشف شوية اكثر ويا البيض، فراح اغطيه واخليه على نار اما متوسطة او نار ناصية، يعني حسب طباخكم، لان مرات الطباخ العالي ممكن تنصوه سووه على الواطي. هذا البيض اختلط بالسبيناغ. هاي الاكلة اهن القدماء يسووها من يزود عندهم سبيناغ، وطيبة كلش وتصلح للعشاء وسهلة، وطعمها ما تتوقعوا. يعني اكو ناس يجوز راح يقولوا لي شنو سبيناغ وبيضها، بس هي كلش طيبه اذا واحد يجربها. وهنا من بعد ما نشفت قدمتها ويا الزلاطه والخبز، وهذا شكلها النهائي. جربوها وان شاء الله تعجبكم، والف عافيه.